انا عندي سؤال دايما يعني بهيك نوعيه من المسلسلات، بتعطوا تعليقات لبعضكم، بترجعوا بتتفرجوا على المونيتور كيف عملتوا المشهد، شو بيصير بيناتكم انتوا لانه وصلكم 3 سنين مع بعضكم؟ يس، بس على حسب العلاقه اللي بتربطك بزميلك. يعني في ناس ينفع تقول ما ينفعش تقول بس لا، احنا طبعا في انسه فرح بنقول كل حاجه، بنعمل كل حاجه، دايما بنتكلم في كده، قول لي كده عشان اقول كده، اقول لك كده، يعني بيحصل. يعني حتى لاحظنا بهالسيزن بس رجعت عم تحكي لرانيا يوسف بدل ديدا، عم بتنديها أبلة. الناس تفاعلت كتير مع هاي الشغلة. هو جاي من باك جراوند مختلفة، من كلتشر مختلفة، فطريقته في التعامل مختلفة، طريقته مع الست مختلفة، فعشان كده هي بيبان عليها الصدمة زي ما انت شايفة كده، ان هي يعني في الاخر خالص بتبقى اللي هو بالنسبه لها الطريق ده جوز بنتها، يعني اللي هو ابنها يعني، ففجاه الموضوع بقى مختلف شويه. كلاني يعني هدول المسلسلات اللي بيكونوا اجزاء وبهي الطريقه متعبين، لانه احيانا بيعطلوك كمان عن اعمال تاني. مزبوط طبعا. بتكرر هاي التجربه الطويله؟ ممكن اكررها جدا لو حاجه هتعمل نفس اللي حصل ده. يعني زي ما انت بتقول هي بجد متعبه جدا. يعني مش طبيعي انك تكررها unless انك تبقى داخل في حاجه مقتنع بيها جدا. اكيد هذا حيكون اخر سيزون زي الفورمات والنسخه الاجنبيه. ان شاء الله. أوكي. حيكون اخر سيزون. طب في شيء فاتك دور نعرض عليك وطلع برمضان كان المفروض تلعبه فاتك تلعبه؟ في دور يعني فاتك، يعني نعرض عليك دور وشفته برمضان اخذه حدا زميل تاني؟ قول. لا ما نعرض عليك ادوار. فكرت شوي. اتعرض علي ادوار في رمضان، وربنا ما عرضش ان انا اخش في اي حاجه. بس انا عامه خلي بالك مش يعني الندم بالنسبه لي على حاجه زي كده اصلا مش موجود يعني طبعا، بغض النظر كل واحد بياخد نصيبه بالظبط. يعني ممكن انا اقول على دور لا حد تاني يعمله ويطلع حلو جدا، ما بندمش. يعني بحس طيب ما دام قعدت بصورت هذا المسلسل وما عملت مسلسلات تانية برمضان، اشتغلنا بالاغاني اتليست حالا. ايه حالا. يلا قلنا شو عملنا. يعني فيري سون ان شاء الله في سنجل نازله قريب. بهاء الدين محمد، عزيز الشافعي، يا سلام، احمد عادل. اوكي. واحتمال تتصور هنا. اوكي حلو. لا انت داخل من اوسع الابواب. يعني بحاول اكثر زمنا معناته على صور طبعا، بيهايند ذا سينز، نصور الكواليس. بس هالغنيه ولا بتعمل البوم؟ شو المخطط؟ لا هي السنجل، احنا يعني حيبقوا سنجلز اكثر مش حيبقى البوم يعني. اوكي. بس ورا بعضهم حيكونوا مناسبين لفتره الصيف وكذا. يس. يعني بكره حنسمعك بالساحل تعال بس الساحل وكل حاجه تتحل.